عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال. هنشوف مع بعض في الفيديو ده طريقة الزراعة في صوان الشتلة بالنسبة للمشتل. طبعا الطريقة اللي هنشوفها دي توضيح للمبتدئين زي حالاتي كده، او المهندسين الزراعيين اللي ما عندهمش خبرة او ما اشتغلوش مشاتل قبل كده. الاول الخلطة عبارة عن بيتموس وفيرموكلايت. بيتموس، بلت البيتموس بيكون معاها 3 شكاير فيرموكلايت، الافضل ما يكونش اكتر من كده. طبعا قبل ما نجهز الخلطة وقبل كل ده لازم نطهر الصواني او نعقمها كويس. بتتغسل الاول الصواني بمية، طبعا لو صواني مستعملة، لو صواني جديدة مفيش داعي لكل ده. وبعد كده بنجهز المحلول المطهر، يكون فورمالين 40%، او لو مش متاح الفورمالين ممكن تشتغل بكلوريكس اللي هو بتاع المسحوق اللي شفناه مع بعض من شوية في الفيديو ده، وتجهزه في برميل زي ما شفنا مع بعض، وتبدأ تغسل الصواني كويس جدا في البرميل ده. الافضل ان هي الصواني تغطسها في المحلول المطهر لمدة مش اقل من دقيقة. طبعا بعد ما نعقم الصواني ونطهرها كويس بنسيبها تنشف ونجهز الخلطة. الخلطة عبارة عن البيتموس وفيرموكلايت زي ما قلت لحضراتكم. البيتموس بتكون البالة هي البالة ساعتها 300 لتر، ده المتبع والمتعارف، يعني المتعارف عليه في بالنسبة للبيتموس، ومعاه 3 شكاير فيرموكلايت. الفيرموكلايت الأفضل إن هو ما يبقاش أكتر من 3 شكاير. في مشاتل والناس اللي شغالة شغل تجاري بتعمل اكتر من كده، بتوصلها ل5 شكاير على البالة و6 شكاير، وممكن الناس بتعمل اكتر كمان من كده، لكن دي بتكون مشكلة بعد كده ان العيون بتكون مكتومة جدا ومبتكونش مسامية ومبتكونش فيها تهوية بشكل كافي. طبعا بعد ما نخلط ونتأكد ان البيتموس والفيرموكلايت اتخلطوا بشكل جيد مع بعض، بقوا الاتنين خليط واحد ولون واحد وقوام واحد، وما بقاش فيه اي بقايا للبيتموس متكتلة، كل البيتموس بقى هش، بقى بودر مطحون كله في بعضه زي ما احنا شايفين مع بعض كده، كلها بقت قوام واحد. بنبدأ نعبي الصواني بالشكل ده كده، والصواني بتتعبى العيون بتاعتها بدون كبس، من غير ما تكبس، بس الصينية بتتعبى، وبعد ما تتعبى تتهز زي ما العامل بيعمل كده بالظبط، بحيث ان لو في فراغ في العين من تحت يتملي مع الهز ده. لو في فراغ موجود في العين من تحت او في الجزء السفلي للعين يبدا يملى من خلال الهز ده، بس ما تتكبس العين ولا تتكبس بالايد ولا اي حاجه، هي بس تتمس بالايد من بره كده، ان الـ 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 الخلطه تكون مساويه للعيون، بسوي الـ ال 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 بيسوي مستوى الصينيه بس من بره. تمام، دي الصواني اللي شغالين فيها، دي الصواني المتعارف عليها برضو والمعروفه عند الاغلبيه العظمى اللي بيزرعوا خضار او شتلات في صواني. دي الصينيه دي ساعه 209 عين، في بيكون فيها 209 شتله. طبعا الشتلات اللي هنزرعها فيها، هي الصواني دي بتزرع فيها خضار او ايا كان يعني، بس هو الافضل طبعا في الخضار بالنسبه للطماطم والخيار، وخصوصا وتحديدا يعني شغل الزراعات المحميه، لان بيكون البذره اغلى وتكلفه الشتله نفسها بتكون اغلى بكتير. فالافضل ان الشغل بتاعها يكون في الصينيه ال 84، الصينيه بتكون 84 عين، بيكون العيون اوسع من كده شويه، وعدد الشتلات في الصينيه نفسها بيكون اقل، بيكون 84 شتله بس مش 209. طبعا احنا هنا في الصواني دي بنجهزها لزراعه البونيكام، البونيكام اسباني F1. فاحنا بنجهز الخلطه دي، طبعا دي صواني مستعمله، فكان لازم نغسل الصواني كويس زي ما قلنا في اول الفيديو، وبرده كان لازم نعقم الصواني. طبعا لو صواني جديده، لو اول استخدام للصواني، مش محتاج تغسل او تعقم، هتشتغل في الصواني على طول، هتجهز الخلطه بتاعتك وهتبدأ بعد كده تعبي الصواني وتزرع مباشرة. طبعا بعد ما نعبي الصواني بالشكل ده كده، كل الصواني متعبية زي ما شفنا وزي ما شرحنا طريقة التعبية، زي ما احنا شايفينها مع بعض كده، كل العيون بتتعبى زي بعض، وبعد كده الصينية نفسها بتتنطق او بتتهز علشان لو في اي فراغات تملى نفسها تلقائي، يعني تملى نفسها بنفسها بدون كبس، بدون ضغط على العيون او على الفتحات من فوق، كبس بالطريقة دي كده بس. بعد ما تتنطق كده بتبدا تملى تاني العيون اللي هي نقصت شويه، زي العيون اللي في الاطراف والاجناب دي،
بعد كده بعد ما بنخلص العملية تعبئة الصواني بالخلطة، بنسيب جزء من الخلطة يكون باقي معانا زيادة، لأن ده اللي هنغطي بيه البذرة بعد الزراعة. هنشوف مع بعض دلوقتي ازاي بنزرع وازاي بنعمل الفتحات بتاعة الزراعة بعد ما قفلناها، لو بالطريقة دي كده بأول عقلة بس من الصوبع وبنضغط عليها نعمل الفتحة. ده بيسموه في المشاتل ده اسمه تبصيم، بتبصم الصينية، بتعمل مكان او جورة اللي بتحط فيها البذرة اللي هتزرعها سواء كانت خضار او غيره يعني، او بونيكام زي ما بنزرع هنا. طبعا اللي في العيون دي شتل، دي صواني مزروعة. طبعا اللي في العيون دي ده اللي دي تقاول بونيكام اللي شايفينها مع بعض، دي تقاول بونيكام F1 اسباني. بونيكام الاسباني ال F1 هو يعتبر اعلى بونيكام موجود حاليا في السوق، هو اعلى من التنزاني واعلى من غيره، هو يعتبر رقم واحد يعني موجود في السوق. العبوه دي 330 جرام، عدد البذور فيها تقريبا رقم تقريبي حوالي 200,000 بذره. دي 330 جرام سعرها تقريبا بيتراوح تقريبي في حدود 1000 جنيه للعبوه. 330 جرام ب 1000 جنيه فيها 200,000 بذره، على اقل تقدير دي تقدر تزرع معاك تقريبا في حدود 90 صينية، ده على أقل تقدير، ممكن توصل ل 100 صينية وممكن أكتر يعني، بس هو خلينا نقول على أقل تقدير هي تزرع 90 صينية بس. بعد ما بنحط البذور بالشكل ده كده وحطينا التقوي، بنبدأ نغطي بباقي الجزء اللي سبناه من الخلطة، بنبدأ نغطي بنفس الطريقة دي برضو بدون كبس، بنحط شوية على الصينية ونبدأ نفردهم براحة الإيد أو ببطن الإيد كده، ونبدأ نفرد بدون كبس برضو، ما بنكبس، ما فيش كبس نهائي للعيون. كل اللي بنعمله ان احنا بنفرد لحد ما يبقى متساوي بالجزء العلوي للصينية، ونبدأ نشيل الزيادة ننزله بحيث ما يبقاش في خلطة من اللي هي البيتموس والفيرموكلايت واصلة بين العيون وبعضها، يكون كل عين مستقلة بذاتها. بعد كده بنرص الصواني، كل الصواني فوق بعض على مشمع، يكون هم في نص المشمع كل الصواني، ونبدأ نقفل المشمع عليهم زي ما شايفين كده مع بعض. الأفضل إن هم يكونوا بارتفاع 10 صواني مش أكتر من كده، يعني الرصة الواحدة ارتفاعها 10 صواني أو 12 صينية بالكتير. وآخر صينية فوق بنغطيها بصينية تانية مقلوبة، بنقلب عليها صينية تانية فاضية زي ما شايفين كده، دي صينية فاضية محطوطة مقلوبة على آخر صينية فوق عشان ما يبقاش في ضوء مباشر واصل لآخر صينية أو واصل للخلطة والبيتموس بتاع آخر صينية فوق تحت المشمع مباشرة. فبنحط صينية تانية فاضية مقلوبة عشان تبقى حامياها من الضوء المباشر. طبعا بنسيبهم في الوضع ده. دي العملية دي بتسمى عملية الكمر أو كمر الصواني. تقريبا العملية دي في الوضع الطبيعي بتاخد 2 أو 3 بالكتير، يعني لو الجو برد جامد ممكن تاخد 4 أيام أو 5 أيام. هنا بعد اليوم الثالث، ده في اليوم الثالث كان حجم النمو، هنشوفه دلوقتي هيكون واضح جدا لحضراتكم في الفيديو هنا اهو، بدأ يظهر النمو. طبعا مجرد انه يظهر بالحجم ده واقل من كده كمان خلاص كده بتبدأ تشيل البلاستيك، بتهويه تدريجيا، الاول ترفع البلاستيك من فوق وبعد كده تكشف البلاستيك عنهم وتسيبهم مرصوصين زي ما هم ساعة او ساعتين، وبعد كده تبدأ عشان الصدمة ما يكونش فيه صدمة مباشرة من الكمر للجو المفتوح مباشرة. طبعا ده مش هتحط في جو مفتوح، ده هتحط في صوبة، لكن برضو درجة الحرارة هتكون مختلفة جدا وهتكون في فرق كبير بينها وبين بين الكمر وبين الجو الصينية مكشوفة في الصوبة. فلازم بعد ما نكشف المشمع نسيبهم تقريبا حوالي مش اقل من ساعه، وبعد كده نبدا نجهز البلوك اللي هنحط عليه الصواني. الصواني ما بتتحطش على الارض مباشر، لازم تتحط على بلوك او استندات حديد. فطبعا بما اننا بنتكلم هو مش محترفين او مش شغالين مشاتل، فهنشتغل بلوك، مع ان اغلب في مشاتل كتير كبيره شغاله بلوك مش شغاله استندات حديد. بنجهز البلوك وبنرفع الصواني على البلوك الابيض زي ما شايفين كده مع بعض كده. دي الصواني بعد ما اتفردت، دي بعد ما اتفردت مباشرة يعني، دي شلناها من الكمر تحت البلاستيك وبعدين فردناها بالطريقة دي كده. حجم النمو والانبات اعتقد ان هو واضح بشكل كويس جدا في الفيديو. هتلاحظوا ان العيون طبعا لان تقاوي البونيكام الاسباني التقاوي بتاعته صغيرة جدا، هي تقريبا
البذرتين منها تعادل حجم حباية السمسم، حباية السمسم الواحدة تعادل حجم بذرتين من البونيكام، ووزنها خفيف جدا جدا بالنسبة للسمسم، مع ان حجمها اصغر من السمسم ولكن وزنها اخف بكتير جدا من السمسم. لاحظ ان حجم النمو واضح بالشكل ده، اللي هو تقريبا حوالي نص سنتي او حاجة. بعد ما نفرد الصواني كده، ما بنروهاش اول يوم، بنفردها بس ونعرضها للشمس، لان هي بيكون فيها رطوبة كافية يعني، فاحنا بنعرضها للهواء. وطبعا هي دلوقتي تحت نت في الجو ده، احنا بنتكلم في شهر 4، في اخر شهر 4، فبتكون بس تحت تظليل شبك السيرم، اللي هو شبك النت بتاع الصوب، اللي هو 75%، هي بس تحت التظليل ده، مش متعرضة للشمس، لأشعة شمس مباشرة. بنسيبها كده أول يوم، وتاني يوم بنبدأ نرويها، والري بيكون يا بالفونيا بتاعة الرشاشة بتاعة الظهر عشان تطلع بس رذاذ مية، أو لو هتروي بخرطوم يبقى الخرطوم وراكب فيه وش دش بلدي عادي عشان يوزع المية، عشان ما تفحرش العيون وتطلع البتمس وهتقلع النباتات من مكانها. فالأفضل إن هي بالدش والخرطوم أو بالرشاشة، رشاشة الظهر والفونية الضيقة بتاعتها اللي هي الشمسية. ده لو العدد قليل. لو العدد كبير، لو عدد الصواني كبير، لا يبقى الخرطوم وفيه الوش بتاع الدش البلدي، وتبدأ تروي بيه. وطبعا الضغط ما يكونش شديد، والزاوية الري ما تكونش زاوية قايمة، يكون اللي بيروي ماسك الخرطوم بميل عشان ما المية نفسها ما تفحرش في العيون، وتبدأ تقلع لنا الشتلة بتاعتنا. طبعا ده كده بعد التصوير ده كده تاني يوم. تاني يوم بعد القمر، يعني كده خامس يوم من الزراعة، او اليوم السادس تحديدا من زراعة البذرة وتغطية الصواني وتجهيز الشتلة، يعني كده ده اليوم السادس بعد زراعة البذور في الصواني. بس هنبدأ نتابع معاها بقى بالمغذيات والري، وطبعا هنتابع بمبيدات فطرية بعد كده خلال الفترة اللي هي تقريبا هتكون حوالي 30 يوم. وبعد كده تبدأ الشتلة دي تتزرع على الأرض، اللي تتنقل في الأرض المستديمة، وتتزرع في الأرض، تتنقل من الصواني وتتزرع في الأرض المستديمة اللي هتكمل فيها بقى حياتها. وإن شاء الله هنتابع معاكم برضو خطوة بخطوة زي ما تعودنا، وهنكمل متابعة الصواني لحد إن شاء الله لحين زراعتها في الأرض المستديمة. أتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت ما تنسوناش بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. شكرا.